بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يوافق الذكرى 9 لانطلاقة ثورة 30 من يونيو. هذه الثورة العظيمة التي تركت في نفس كل إنسان مصري، هذه الذكرى التي ستبقى خالدة في الذاكرة أبد التاريخ. تناولنا اليوم سيكون تناول مختلف. سنطرح السؤال: هل فعلا استطاعت الثورة أن تحقق أهدافها؟ هل فعلا حلف 30 يونيو ما زال هو الحلف القوي الذي يواجه التحديات؟ تساؤلات عديدة، وحنتكلم معكم عن قضايا أخرى، نتكلم عن قضية الإعلامية شيماء والمستشار أيمن حجاج، حنتكلم معكم أيضا عن العديد من القضايا التي كانت محل ومثار الرأي العام، زي أمال ماهر وليه تأخرت في أنها تخرج بهذا الفيديو الأخير. بعد الفاصل حنكلمكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه اللي بيحصل في البلد اليومين دول؟ لسه ما كناش خلصنا من جريمة مقتل الطالبة نيرة أشرف بتاع جامعة المنصورة، حتى وجدنا أنفسنا داخلين على جريمة قتل المذيعة شيماء جمال. على يد مين؟ على يد نائب رئيس مجلس الدولة أو أحد نواب رئيس مجلس الدولة. يوم الثلاثاء اللي فات كان المستشار بهاء المري اللي حكم بالإعدام على الطالب محمد عادل في قضية نيرة بيوجه رسائل للمجتمع لمواجهة التسيب اللي غير مفاهيم الشباب والمجتمع. لكن قبلها بساعات، وتحديدا مساء الاثنين اللي فات، كانت الأخبار بتنتشر بسرعة شديدة جدا عن دور المستشار في مقتل المذيعة شيماء اللي هي زوجته. طيب، رسائل رئيس المحكمة كانت موجهة لمين؟ للقاضي اللي قتل مراته، ولا للطالب اللي قتل اللي بيحبها، ولا لجرائم كتيرة جدا بدأت تعم للأسف في المجتمع؟ وبعدين قاضي وبدرجة مستشار وتقلد مناصب رفيعة بيستدرج مراته ويخطط لقتلها ويموه على الجريمة بأساليب غريبة، ومنها انه هو رايح المزرعة اللي في البدرشين وساعتها أخذ سيارة زميله عشان يضل العدالة، نفذ جريمته انه شاركه كمان أحد الأشخاص زي ما تسرب لغاية دلوقتي من معلومة. إزاي امتلك قاضي الجرأة انه يقتل وكمان يخفي الجثمان ويهدد الشاهد على ارتكابه هذه الجريمة، وفوق كل ده كمان يروح يبلغ الشرطة ان مراته اختفت اثناء وجودها معاه في حي الشيخ زايد؟ انا ما اعرفش ايه الجبروت ده، وازاي الناس عندها قدرة انها تعمل ده؟ ازاي تقتل القتيل وعاوز تمشي في جنازته ولا شفته ولا ريته، وبتدعي انها اختفت؟ على كل حال، بقى في كلام كتير بيتم وادعاءات زائفة وأسباب كتيرة ومتعددة واتهامات إن الداخلية طلعته بره وسفرته الخارج. لكن ينسى هؤلاء إن رجال الداخلية هم الذين أو هم المعنيين بمثل هذه الجرائم. مسكوه في السويس بعد كتمان وبعد كلام كتير انتوا قرأتوه، مش عايز اكرره عليكم. استخدموا كل ادوات العلم والتكنولوجيا ليصلوا اليه قبل ما يهرب من القاهرة عبر ميناء السويس ويطلع بره. الحقيقة هذه الجريمة وهذه الاسباب وهذه الاموال التي تتحدث عنها المواقع والصحف امر يجعلنا نتساءل: ايه يا جماعة اللي بيحصل؟ صحيح ان حادث زي ده لا يمس مجلس الدولة ولا يمس قضاءنا العادل والنزيه، هو اسلوب شاذ ونشاز. مطامع الدنيا عند البعض للأسف بتخليهم ينسوا كل حاجة. هذا المستشار من عائلة كبيرة وله أقارب كثر، ما فكرش ولا سأل نفسه ماذا يفعل ولماذا يقتل بهذه الطريقة البشعة؟ عشان هي قالت لك هبلغ انك انت كذا وانك انت كذا، الاتهامات اللي وجهتها اليه
ولا الموضوع في أسرار خفية؟ من المؤكد إن التحقيق هيقلب الموازين، وحنشوف حقيقة ما جرى في هذا الوقت وفي هذه الأيام اللي احنا بنعاني فيها فعلا من ألم ومن حزن نتيجة ما نراه من هذه الأحداث. أنا عايز أقول إن رجال الداخلية اللي انتوا بتتهموهم واللي جماعة الإخوان استغلت الأمر واشتغلت في كل حتة، هم أنفسهم اللي بيصاروا وبيتابعوا وبيقبضوا على المجرم في أسرع وقت، وده اللي حصل. رجل استخدم كل الأساليب ودفع أموال ضخمة جدا لناس كتير، وخلاص ومعاه جوازين سفر، أحدهم مزيف وخلاص ناوي يمشي، وكان مخطط لهذا الأمر قبل أن يفتضح الجريمة، أمر الجريمة. ولكن يقظة رجال الشرطة واستخدامهم لكل الأساليب التكنولوجية نجحت بالفعل في القبض على هذا الشخص. هنشوف التحقيقات هتودي لفين، وهنشوف مين المتورطين، وهنشوف مين اللي ساند، وهنشوف الأسباب الحقيقية اللي دفعت قاضي في منصب نائب رئيس مجلس الدولة ومن عائلة كبيرة إنه يرتكب هذه الجريمة وإنه يدفن الضحية في قلب الفيلا اللي راح لها في البدرشين. أيضا من الحوادث الدامية اللي شهدها هذا الأسبوع مقتل الطالب مينا أمير. مينا أمير من مركز سنبلوين في محافظة الدقهلية، طلع يشتغل على توك توك علشان يساعد أهله، وأبوه أصلا شغال على توك توك، فأخذ وقال له بابا استريح وأنا حنزل. فجأة اختفى مينا أمير، ظلت أسرته تبحث هو فين، لحد ما تم العثور على جثته مقتولا وملقى بأحد الترع. الطالب 19 سنة، طالب بكلية التجارة ومن كفر أبو يوسف بمركز سنبلوين. الاختفاء كان يوم مساء الثلاثاء الماضي. أغلق القاتل أو الجاني هاتف الطالب واختفى التوك توك الخاص بوالده واللي كان بيشتغل عليه وبياكل منه لقمة العيش. أهالي الأسرة الذين اتصلوا بنا، طبعا الداخلية لن تتردد في القبض على الجناح، ولكنهم يطالبون بالإسراع بالقبض على الجاني أو الذي تسبب في قتل ابنهم في هذه اللحظات الصعبة. أنا اتفرجت على الفيديو بتاع أمل ماهر. أمل ماهر فنانة كبيرة ولها جمهور واسع، وكانت بتغني أغاني وطنية ألهبت مشاعر الجماهير قبل ثورة 30 يونيو وبعدها. اختفت فجأة، بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتكلم في كل حتة، أين هي أمال ماهر؟ بعض الذين لا يتوقفون عن إطلاق الشائعات قالوا يا جماعة ده أمال ماهر اتسجنت وبتتعذب لمصلحة حد معين. كيف ذلك يا جماعة؟ هل وصلنا في البلد إلى هذه الدرجة إن احنا نمسك واحدة بلا ذنب، واحدة إيه مشهورة أو معروفة، ونحبسها ونعذبها؟ طيب، نقيب الموسيقيين السابق هاني شاكر، ولأنا ما كنتش أتمنى إنه يسيب نقابة الموسيقيين حقيقة، اتصل بأسرتها قالوا له هي بخير بس هتبقى تتصل بيكم أو هتتكلم بعد كام يوم. فنانة نادية مصطفى عارفة العيلة وليها علاقات بأمل ماهر كبيرة، اتصلت قالوا لها لا معلش هي ما بتتكلمش لكن هي بخير وبعدين تتصل. لما اتنشر الكلام ده وقلنا الكلام ده الأسبوع اللي فات ازدادت الشائعات، ده بيأكد بقى أنها محبوسة، وده بيأكد بقى أنها بتتعذب، وبدليل أنها ما طلعتش ولا عملت مثلا بوست، ما كانش هيكلفها أي حاجة. فبقينا نضرب أخماس في أسداس. السؤال، أين كانت أمال ماهر؟ أمال ماهر طلعت وقالت إنه كان عندها كورونا. طيب، هل هناك، اسمحي لي، ده السؤال اللي موجود في الشارع مع احترامي وتقديري ليك، هل هناك ما يدل إن كان عندك كورونا؟ هل رحت المستشفى معينة؟ هل في دكتور معين جه وقال؟
هل عملت بي سي ار وموجود معاكي؟ ما انت عرفت كورونا ازاي؟ لازم عملت بي سي ار. انا بتمنى انك انت هتعملي حوار الليله مع احد الزملاء، اتمنى انك تجاوب على الاسئله دي، تقولي لنا ايه الكورونا دي؟ اتعالجت فين؟ البي سي ار بتاعك قال ايه؟ اذا اثبتت كده بس ده برضه لا يعفيك، ده انت كان ممكن تطلعي، ما احنا الناس بتجيلها كورونا وبتطلع وتتمشى وتتكلم. انا بقول لك حضرتك ولعت البلد في ساعات قليله، والبلد كلها خدت انطباع ان احنا دوله ارهابيه وبنخطف الفنانين ونحبسهم ونتخذ ضدهم اجراءات ونعذبهم. حضرتك لو خايفه على البلد دي وخايفه على سمعتها كنت تطلعي في نفس الوقت وتقولي يا جماعه ما فيش حاجه، يا جماعه انا موجوده، ده كان هيريح سيادتك ناس كتير جدا. انما انك تعملي ده وبعدين تطلعي لنا وكل ما بتتكلمي عاوزه تبيني باي شكل من الاشكال ان عندك كورونا، فده يخلينا نسال. ويمكن انا غلطان، يمكن انا بقول اي كلام، بس اللي حصل ده احدث توتر واستغل استغلالا ضد بلدك مصر اللي انت غنيتي لها واللي انت اديتي احلى الكلمات ليها. للاسف هذا التصرف لو كان يعني في اي مكان اخر ما تفتكريش كمان. الحاجه الثانيه انا بسال كل الجهات المعنيه، وده يخلينا نتكلم عن اسلوب التعامل مع الازمات والحكايات. انا بسال كل الجهات المعنيه، ما فيش جهه في البلد تطلع وتروح البيت او تسال او تجيب اهلها وتحقق معاهم وتقول لهم هي فين؟ ازاي نسكت؟ وازاي نتفرج؟ ده المفروض لما تبقى قضيه راي عام انا لازم اسد باب الشائعات وانا اللي اتحرك، ما انتظرش حد هو اللي يحرك الشائعات واقعد انا واقف بتفرج. وكثير من القضايا على فكره بتمشي في هذا الاطار. الجهات المعنيه كان يجب ان تتخذ القرار الواضح والصريح في هذا الامر. فانا بقول لك يا استاذه امال، يا سيده امان، انت اخطات في حق هذا البلد، اخطات جدا. مفيش مبررات، لو كورونا هتطلعي وتقولي كلمتين او تكتبي، لو مفيش كورونا هتبقى مشكله انك بتكذبي علينا، والكذب عيب وما يصحش. ارجوكي وانت رايحه النهارده في حوارك مع الدي ام سي تاخدي معاكي البي سي ار وتقولي للناس انا كنت عيانه وادي البي سي ار، وكان بيعالجني الدكتور فلان الفلاني وقال لي ما تطلعيش او ما تتكلميش. لكن يا فندم نقعد بتاع اسبوع وقبلها ايام ناس تضرب ازاز في اخماس، البلد مش مستحمله. وانت عارفه ان البلد مستهدفه وبيستغلوا كل حاجه، والمواطنين بيتلقوا الشائعات، هناك من يصدق وهناك من يكذب. انا منتظرك النهارده هتقولي ايه وهتبرر الموقف ده ازاي، لانه ما حدث كانك شريك في نشر شائعه من شانها الاضرار بسمعة مصر وسمعة الوطن. كمان النهاردة جماعة الإخوان الإرهابية طلعت بيان، بيان مليان بالأكاذيب والتضليل كالعادة، يعني مفيش جديد في الموضوع. لكن المضمون العام للبيان هو رفض الجماعة كما تدعي التفاوض مع السلطات المصرية. قال يعني احنا رحنا لهم وقلنا لهم تعالوا تفاوضوا معنا. طيب انا لي عدة ملاحظات على هذا البيان اللي طلع النهاردة وبقى ينزل على الفيسبوك وعلى حاجات كده. اولا مش واضح مين هي الجهة اللي اصدرت هذا البيان، هل هي جبهة تركيا بقيادة محمود حسين، ولا جبهة لندن بقيادة ابراهيم منير، ولا الكلام ده مدسوس عليكم؟ قولولنا وضحولنا انتوا مين بالاساس. اتنين، مين قال ان السلطة في مصر بتطلب الحوار اصلا معاكم؟ وانا بقول لكم وبناء على معلومات مؤكدة أن السلطة المصرية لم تطلب التفاوض ولن تطلب التفاوض مع كل من لوث يده بدماء المصريين أو اعتدى على منشأته، عشان تبقوا بس مريحين وأنا بقول كلام أنا عارف معناه كويس أوي. كذب وتضليل. البيان بيقول أن التفاوض مع الإخوان جزء من ترتيبات إقليمية برعاية الولايات المتحدة وإسرائيل. صحيح، يبدو انكم انتوا لسه فاكرين انكم في السلطه او رقم مهم في المعادله السياسيه. يا جماعه انتوا لسه عايشين في الوهم والله. لا ليكوا دور
ولا ليكوا تواجد ولا هيتعرض عليكوا حاجه ثانيه. انتوا مين عشان تدخلوا وتتكلموا في ترتيبات اقليميه؟ انتوا بتكذبوا علينا ثاني؟ مش كفاياكوا كذب؟ مش كفاياكوا ضلال؟ انتوا بتقولوا الكذبه وبتصدقوها. احنا اتخدعنا او الناس اتخدعت فيكم لبعض الوقت، لكن خلاص الناس فهمتكم وفهمت ادعاءاتكم وفهمت اكاذيبكم. الناس اللي خرجت ضد الضلال بالملايين في 30 يونيو هم نفسهم اللي عايشين دلوقتي لسه في ذاكرتهم كيف كنتم ستدفعون البلاد الى حرب اهلها. فالحقيقه مفيش حاجه اسمها مصالحه. واذا كان طلع اكمل قرطام رئيس حزب المحافظين، وللاسف انا عاتب عليك يا باشمهندس، انا عاتب عليك انك تطلع في قناه اخوانيه اللي هي مكملين ومع محمد ناصر اللي استباح دم الجيش ودم الشرطه، وانت دايما راجل بتكلمنا على الوطنيه وبتكلمنا على البلد والدفاع عن الديمقراطيه، لكن في ثوابت، في خطوط حمراء يا فندم. اللي انت بتكلمه بيشكر فيك وتشكر فيهم، ومع ايمن نور اللي ادى قصيده شعر وانت اديت له برضه نفس الحكايه قصيده شعر. طب الناس اللي ماتت دي دمها فين؟ الناس اللي راحت دي، التحريض اللي سب الدوله ومؤسساتها وقيادتها هننساه؟ نسيته يا باشمهندس؟ ازاي تطلع في قناه اخوانيه يا فندم وانت عضو في حوار وطني وانت رئيس حزب المحافظين؟ انت كنت ناقص؟ ما كل الناس بتطلع في القنوات المصريه دلوقتي يا فندم. لماذا تدفع نفسك الى هذه الدرجه؟ انت ما تعرفش الشعب المصري لما شافك طالع على قناه مكملين قال ايه؟ تطلع مع محمد ناصر، تطلع مع فلان، تطلع الناس دي باعت البلد. ومهما قالوا الشعب المصري واعي. ما انت ممكن تعارض، تعارض من بلدك، واحنا عمرنا ما شفناهم معارضين الحقيقه، ولا دخلوا سجن في يوم من الايام ولا حاجه، فجاه هي عمليه ارتزاق ويطلعوا يشتموا في الناس كلها. اشتم يا سيدي، لكن اوعى تنسى ان الشعب المصري هيصدر حكمه على كل من باع. انا بقول لك يا باشمهندس اللي انت عملته خطيئه لن تغتفر، خطيئه لن تغتفر، وكان بدك ان تعبر عن رايك في مصر وتقول يا فندم اللي انت عايزه، لكن طالع مع واحد انت عارف كويس قوي بيعمل ايه في البلد، عارف قد ايه. يقول كل واحد بطالب الشارع المصري انه اول ما يشوف ضابط او جندي يقتله. ده مش تحريض على القتل؟ هي القناة دي يا فندم مش تحريض على القتل برضو ولا ايه؟ يعني الحقيقة انا محتاس ومحتار، ومفيش اي لفظ يمكن ان يصف ما هو معروف الا بانه اللي حصل ده ضرب من الجنون وخروج عن كل القيم الوطنية. وعشان كده يمكن اخونا ياسر قورة، النائب ياسر قورة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قال انه هيتقدم ببلاغ للنائب العام باعتبار خروج على الدستور وعلى القوانين وعلى قانون لجنة الأحزاب وعلى قيم المجتمع. الحقيقة ما يحدث الآن يربك المشهد. يتصور البعض انه قادر على أحداث تحول. هتحول على ايه؟ الشعب المصري عارف كل حاجة، الشعب المصري عارف مين معاه ومين ضده. قرارات الشعب المصري اللي بياخدها في لحظة حاسمة هي قرارات صحيحة. ولذلك حالة من الغضب الشديد اجتاحت كل من سمعوا بهذا الأمر أو سمعوه. وهذه رسالة من مواطن مصري يتمنى لكل إنسان، رئيس حزب أو نائب أو غيره أو غيره، أن يعرف الصح من الخطأ، وأن يدرك أنه مهما نتكلم في مصر وهو في الدائرة الوطنية، لكن لما يخرج ويعطي مشروعية لكيان إرهابي ولأناس لا هم لهم إلا التحريض على القتل، فهذه مسألة أخرى. امبارح أسدلت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم ثرى برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أسدلت ستار في القضية المعروفة إعلاميا بكتاب حلوان بمعاقبة 10 متهمين بالإعدام شنقا، كما عاقبت 56 متهما بالسجن المؤبد والمشدد ل 15
عاما ل52 متهما آخرين. المحكمة قضت بمعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، وعاقبت 11 آخرين 15 عاما، كما عاقبت منهم بالسجن 10 سنوات. قضت المحكمة ببراءة 43 وانقضاء الدعوة الجنائية لثمان متهمين لوفاتهم، وألزمت 5 متهمين بدفع 33 مليون جنيه قيمة ما خربوه، كما ألزمت 2 آخرين بدفع 1 مليون جنيه و750 ألف جنيه لنفس السبب. ألزمت المحكمة 9 متهمين بدفع مبلغ 1 مليون و450 ألف جنيه. كعادته المستشار محمد شيرين فهمي حرك مشاعرنا وألهب أحاسيسنا بكلامه وصدق تعبيره. تعالوا نشوف ماذا قال المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. صدق الله العظيم. حيث كانت المحكمة قد أصدرت قرارها بجلسة 30/1/2022 بإرسال أوراق الدعوة إلى فضيلة مفتي الجمهورية لتستدل على رأي الشريعة الإسلامية في أمر عقوبة المتهمين الذين ثبت ارتكابهم لجرائم قتل عمد مع سبق الإصرار مقترن بجنايات أخرى تنفيذاً لغرض إرهابي، وهم يحيى السيد إبراهيم موسى 14 بأمر الإحالة، مجدي محمد إبراهيم وشهرته مجدي فونيا 33 بأمر الإحالة، محمود عطية أحمد عبد الغني 34 بأمر الإحالة، عبد الوهاب مصطفى محمد مصطفى 95 بأمر الإحالة، محمود أبو حسيبة محمد فراج 96 بأمر الإحالة، محمد إبراهيم حامد محمد 98 بأمر الإحالة، مصعب عبد الحميد خليفة عبد الباقي 104 بأمر الإحالة، عبد الله نادر الشرقاوي الجميعي 105 بأمر الإحالة، عبد الرحمن عيسى عبد الخالق 116 بأمر الإحالة، محمود السيد أمين حسن 150 بأمر الإحالة. وقد ورد رأي فضيلة مفتي الجمهورية متضمنا أن الجرم المسند إلى المتهمين المطلوب أخذ الرأي الشرعي بشأنهم قد ثبت وتأيد شرعا في حقهم، وذلك بمقتضى إقرار المتهمين على بعضهم البعض الصحيحة الثابتة بالتحقيقات، وأن القرائن الواردة بالدعوة في مجموعها كافية لإثبات الجرم بحق المتهمين جميعا. وأنه من المقرر أن الحرابة هي أن يخرج جماعة لهم قوة وصولة يتخذونها ذريعة لارتكاب جرائم القتل والسلب وشق عصا الطاعة للحكام بغير غاية إلا الإجرام وفرض السلطان. وقد أوجبت الشريعة عقوبة لهذه الحرابة أو عقوبة المتآمرين على أمن الناس في قوله عز وجل، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. صدق الله العظيم. وقد ثبت لدار الإفتاء من واقع الأوراق وما تم فيها من تحقيقات أن المتهمين المطلوب إبداء الرأي الشرعي بشأنهم مفسدين في الأرض ويستحقون أن ينطبق عليهم قول الله تعالى المبين في آية الحرابة سالفة الذكر، ألا وهو القتل حد حرابة لسعيهم في الأرض فسادا وترويعهم الآمنين، وليكون ذلك عبرة لهم ولأمثالهم
ممن تسول لهم أنفسهم أن يرتكبوا مثل هذا الجرم الشنيع. وبعد فشل الرئيس الإخواني محمد مرسي في إدارة شؤون الوطن، عزله الشعب بثورته في 30/6/2013، فثارت حفيظتهم واقتضمهم الغيظ وهبوا للانتقام ممن قام به أو شارك فيه أو آثره، وجمعتهم العداوة والبغضاء تجاه رجال الجيش والشرطة لمؤازرتهم الشعب في ثورته. فصدرت تعليمات من قيادات الجماعة بإعادة تفعيل لجان العمليات النوعية لإسقاط النظام القائم بالدولة وإثارة الرعب والفزع بين المواطنين. حكمت المحكمة أولاً وبإجماع آراء أعضاء الدائرة بمعاقبة كل من يحيى السيد إبراهيم موسى، حركي باسم ناجح، مجدي محمد إبراهيم إبراهيم شهرته مجدي فونيا، محمود عطية أحمد. بالأمس وقع حادث سيارة بمدينة الغردقة نتج عنه إصابة 5 أشخاص من الذين كانوا يستقلونه، بينهم عمرو أبو العينين نجل النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب عمر أبو العينين، كما أصيب أحمد عبد المنعم المنشاوي 37 عاما السائق الخاص لسيارة نجل الوكيل أبو العينين، بالإضافة إلى إصابة 3 من أصدقائه. تفاصيل الواقعة ترجع إلى أنه أثناء سيرهم في أحد طرق مدينة الغردقة انفجر إطار السيارة واختلت عجلة القيادة في يد السائق الخاص، مما تسبب في انقلابها وإصابة جميع مستقليها. على الفور تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج، وحالتهم جميعا مستقرة. الحقيقة يعني إن غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر هي التي تلقت هذا الأمر امبارح الأربع حوالي الساعة 2 الظهر بانقلاب السيارة الملاكي بعد انفجار الإطار الأمامي الأيمن للسيارة، حيث أصيب عمر والسائق الخاص به والآخرين الذين لا يزالون حتى الآن يتلقون العلاج داخل المستشفى نتيجة إصابة عمر بكسور في الفخذ الأيسر، السائق بكسور في الفخذ الأيسر، وإن حالته مستقرة. انتقل وكيل مجلس النواب إلى مستشفى الغردقة العام للإطمئنان على نجله والمصابين جميعا في الحالات الموجودة بمستشفى الغردقة العام، وتم نقل نجله عمر وأحد أصدقائه حيث كانت حالتهم تسمح بالنقل لاستكمال العلاج بالقاهرة، فيما يستكمل باقي المصابين علاجهم بالغردقة لحين استقرار حالتهم. طبعا يعني دي حقيقة الموضوع، عشان كده الحقيقة بنطلب من وسائل الإعلام أن تتحرى الدقة في نقل الأخبار خاصة مثل هذا النوع الأخبار. نتمنى لعمر ولجميع زملائه وللسائق الشفاء، ونتمنى أيضا أن نطمئن السيد محمد أبو العينين بشفاء ابنه. على كل حال معانا مراسلنا من البحر الأحمر في الغردقة الأستاذ مصطفى الراسخ. أستاذ مصطفى مساء الخير، طمني على الوضع عندك. البداية طبعا تحياتي لحضرتك أستاذ مصطفى وتحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. بالفعل احنا يعني الآن داخل مستشفى الغردقة العام، هيا بشكر كل القائمين على العمل فيها وعلى سرعة الإسعافات اللي تم إجراءها للحادث الأليم طبعا اللي أصاب طبعا زميلنا واللي بيعمل معنا في المنظومة الخاصة بصدى البلد بشكل عام أحمد المنشاوي. هو الحقيقة داخل غرفته الآن، يمكن أنا التقيت بيه أستاذ مصطفى منذ لحظات بسيطة جدا بعد ما التقيت بيه السيد مدير المستشفى العام واطمنت من خلال على التشخيص المبدئي لحالته، فيمكن هو يعني تم إسعافه بإسعافات أولية بالأمس عقب الحادث مباشرة. تم يعني التئام بعض الجروح الخاصة في جسده وفي أماكن متفرقة وفي دراعه اليمين تحديدا، وتم كمان إسعافه في قدمه
اليمنى، وهو دلوقتي ان شاء الله بيجهز للعمليات، حتى يمكن حاولنا ان احنا ندخله عشان نلتقي بيه، لكن كان للاسف الوقت ما سعفناش، كان تم تجهيزه لدخول العمليات مباشره. هيتم ان شاء الله دخول العمليات لتركيب بعض الشرايح والمسامير الخاصه في قدمه اليمنى. بنتمنى له طبعا من خلال حضرتك وكل مشاهدينا طبعا تمام الشفاء العاجل زميلنا واخونا احمد المنشاوي. انا مع حضرتك في اي تفاصيل. شكرا ليك، شكرا استاذ مصطفى راسك مراسلنا في البحر الاحمر، وبنتمنى الشفاء للجميع باذن الله. وصلتنا شكوى من اسره المهندس المصري صهيب فكري، وهو رجل اعمال مصري يقيم في طرابلس بليبيا، وهو بيقيم في ليبيا منذ ثمانيات القرن الماضي يعني سنه 80. تم اختطافه يوم 15 يونيو الماضي من جهه مجهوله في ليبيا، وتم احتجازه في سجن عين زاره بالعاصمه الليبيه بدون أي اتهام ومحجوز بلا سبب. السيدة زوجته ذهبت إلى كافة الجهات المسؤولة، وزارة الخارجية وسفر طرابلس، وفوجئت بمحاولة تلفيق قضايا له، بالرغم أنهم خلاص قالوا ما عليهوش حاجة، رجعوا مرة تانية يحتجزوه في السجن. بنتمنى بالفعل من وزارة الخارجية بالتنسيق مع الأخوة الليبيين الإفراج عن هذا المواطن المسلم. مدينة قنا بشرقها وغربها بلا مياه شرب منذ عدة أيام. حدث كسر كبير في خط الصرف الصحي الرئيسي، والمية الحقيقة ما بتروحش البيوت، الناس في حالة صعبة جدا. نداءات واستغاثات من أهالي المدينة لحل المشاكل بتاعت مياه الشرب. أنا بوجه النداء إلى المهندس ممدوح رسنان رئيس شركة القبضة، والمهندس رجب عرفة رئيس شركة مياه الشرب في قنا، بالتدخل السريع جنبا إلى جنب مع الجهات التنفيذية، لأن الناس مش مستحملة الحر عندنا، ربك أعلم بيه يعني، فما ينفعش تسيبوا الناس بالشكل ده. النهارده لنا 3-4 أيام نصحى نجيب مياه منين يا جماعة؟ مفيش مياه خالص. فأرجو التحرك السريع، وأنا واثق إن المهندس ممدوح رسلان لن يترك هذا الأمر، وحيبشرنا بإن الدنيا رجعت كويسة إن شاء الله مع النهارده أو بكرة. يشكو أهالي قرية كفر أبو رقبة مركز أشمون بالمنوفية من وجود عدة محولات كهربائية داخل الكتنة السكنية وملاصقة للمنازل مباشرة، وبيمر أسفلها مباشرة خط المياه الرئيسي للقرية، مما ينذر بكارثة محتملة. وصلتنا شكوى من عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول والثانوي والثاني الثانوي بدائر الجنوب الجيزة التعليمية، بيطلبون مراجعة نتائج الطلاب من جديد، حيث أنهم حصلوا على درجات غير مستحقة وظالمة. والحقيقة بيتوجهوا بهذا النداء للسيد الدكتور وزير التربية والتعليم. يشكو أهالي شارع 615 بشارع الجيش بورسعيد بحي الويلي، هذا الشارع دائما مغلق بسبب عربيات النقل الثقيل. الأهالي بيطلبوا من رئيس حي الويلي بالتدخل وإفساح الطريق أمام الناس عشان تدخل وتطلع بالشارع بتاعها. وصلنا نداء من المواطن خيري طه 80 سنة بيعاني من مشكلة صحية ويحتاج إلى نوع مكلف شهريا من الدواء، مش قادر عليه ماديا، وبيطالب التأمين الصحي بتوفير الدواء له. فاصل ثم نعود معكم لنكمل بقية الحلقة بعد الفاصل. فرحة عارمة وبهجة وسرور ملأت المولات والمحلات والسلاسل التجارية والمطاعم الكبرى المشاركة في فعاليات الاحتفال بثورة 30 من يونيو تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية بمناسبة هذه الاحتفالية لاقت إقبالا كثيفا من المواطنين في كافة أنحاء الجمهورية. النهاردة يوم 30/6 طبعا يوم عظيم لكل المصريين،
في مبادرة كلنا واحد فيها كل تخفيضات، محلات كتير عاملة تخفيضات نقدر نستفيد منها، وياريت تستمر المبادرات دي على طول، ويا رب يدوم الأمن والأمان. ربنا يصلح الأحوال يا رب كده وتستمر المبادرة دي، وهي من الحاجات الكويسة جدا اللي أنا بعتبرها إنجاز من ضمن الإنجازات. 30/6 ده بيفكرنا بحاجة كويسة، حاجة عدت على مصر حلوة جدا. بنشكر سيادة الرئيس انه وصلنا للمرحلة دي. في ديسكونت في كل حاجة في المحلات، اي ستور، محلات لبس، ذهب، اكل. فاتمنى ان المبادرات دي تبقى يعني في اي مبادرة او اي مناسبة نعمل كده كل فترة. اكسبيرينس عامة حلوة، ديسكونت لذيذة، فموضوع اوفر اول يعني حلو. وكلمات الشكر والثناء من المواطنين خير دليل على ذلك، خاصة في ظل التخفيضات غير المسبوقة التي طرحتها المحلات والسلاسل التجارية طوال اليوم. أنا مبسوط جدا إن أنا السنة دي أول مرة أشارك في المبادرة، مبسوط جدا السيد الرئيس لمنا كلنا وكلنا بقينا كلنا واحد. مبسوطين جدا اللي هو مسك البلد، وإن هو وقف البلد على رجليها، وبقت البلد بقت احسن حال الحمد لله. بنشارك الشعب المصري فرحته، واحنا بنفرح مع الشعب المصري وعاملين تخفيضات هايله. 27 مولا تجاريا و22 كيانا صناعيا وتجاريا باجمالي 543 منفذا، وعدد 59 سلسله مواد غذائيه ومطاعم باجمالي عدد 376 محلا، قدموا مفاجآت عديده للمواطنين على عدد كبير من السلع والمنتجات المطروحة والخدمات. شيء عظيم المبادرة ديت، والمحلات كلها عاملة تخفيضات 50%، وبدل ما اشتري حاجة واحدة بشتري باخد حاجتين، ده شيء كويس جدا. فساعدتني المبادرة ان انا اعرف اشتري كذا قطعة، مش قطعة واحدة او قطعتين، لا ساعدتني لو انا مثلا نازلة اشتري قطعتين فالسعر لما قل وفر معايا في الفلوس. الحقيقة المبادرة لقيتها موجودة في كذا مكان، سواء في المطاعم او في بعض المولات ومحلات سواء ملابس او ما شابه. فالحقيقه انا استفدت في كذا مكان بالمبادره، وفعلا اشتريت بعض الحاجات اللي عليها تخفيضات كبيره جدا، فهي مفيده جدا لكل الافراد الاسره. كنت جاي اخد تيشيرت وبنطلون بس لا، جبت حاجات كتير، الاسعار كويسه والتخفيضات كويسه جدا. ودائما ما تسعى وزاره الداخليه لتقديم خدماتها للمواطنين والمشاركه في كل الفعاليات والاحتفالات التي تقام على مدار العام. مبادرة رائعة جدا، واحنا مبسوطين جدا ان احنا صحينا على خبر المبادرة ده، وشفنا كل المحلات على السوشيال ميديا كاتبة كلها خصومات، وبجد كان خبر حلو يعني. احنا النهارده جينا المول لقينا الاسعار حلوة وتخفيضات حلوة، وكل الاماكن عاملة ديسكاونت، وشكرا لسيادة الرئيس على المبادرة كلنا واحد. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. كل سنة وانت طيب يا ريس، بحبك قوي، تحيا مصر. مع بعض ونتعاهد نبني بلدنا نحمي رايتنا ونقول. يتذكر المصريون يوم 30 يونيو، ويتذكروا العام الذي سبق هذا اليوم، عام من الظلام والتآمر والخيانة لكل ما هو وطني، سعي دؤوب لضرب ثوابت الدولة الوطنية وأخوانة مؤسساتها وطمس الهوية الوطنية. كل واحد فيكم كان حاسس بده، كل واحد فيكم كان عارف بده. هذه الذكرى بالتأكيد تحرك فيكم مشاعر عديدة ومتعددة. خلينا نشوف في بداية هذه الحلقة أو في بداية هذا الموضوع الناس في منطقتين، في امبابة وفي التجمع الخامس. في امبابة معنا زميلنا هاني النحاس. استاذ هاني مساء الخير وكل سنة وانت طيب، صف لي الموقف عندك. استاذ مصطفى كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة وكل الشعب المصري بخير. يا رب مصر دولتنا بلدنا العزيزة تفضل بتعيش في أمن واستقرار. طبعا النهاردة الجميع الشعب المصري بيحتفل بالذكرى 9 لثورة 30 يونيو، الثورة اللي حررت الشعب المصري والدولة المصرية وحافظت على هويتها. كل سنة إن شاء الله ومصر منتصرة وعزيزة علينا. طبعا وزارة الداخلية بمناسبة تلك الذكرى الوطنية كانت قد أعلنت عن المبادرة الوطنية كلنا واحد تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح
السيسي، وطبعا ده بتيجي في الدور المجتمعي الامني الذي تقدمه وزاره الداخليه. تلك المبادره شهدت اقبالا كبيرا جدا من جانب الشركات والمولات والمطاعم، يعني مش بنقول شركات ومش هتوصل للمواطنين اللي موجوده في الاماكن الشعبيه، لا انا بكلم حضرتك دلوقتي وبنكلم كل الساده المشاهدين، احنا موجودين دلوقتي في امبابه في احد المطاعم، اعلن عن انضمامه ضمن طبعا المئات من المطاعم في على مستوى الجمهوريه، اعلن لانضمامه لتلك مبادره وزاره الداخليه كلنا واحد، واعلن بالفعل عن تخفيض 20% على جميع المأكولات. زي ما احنا شايفين يا استاذ مصطفى ده طبعا شعار المبادره، بتشتغل طبعا اغاني وطنيه في ذكرى المبادره. معانا النهارده واحنا موجودين في امبابه الشيف طبعا ناصر البرنس اللي اعلن عن انضمامه لمبادره وزاره الداخليه كلنا واحد، كان عنده رسالته النهارده. طبعا شيف ناصر كل سنه وانت طيب، النهارده طبعا بنحتفل جميعا بالذكرى التاسعه لثوره 30 يونيو. طبعا احنا فرحانين كلنا، طبعا البلد كلها فرحانه، حاجه جميله طبعا ثوره 30 يونيو جميله، المبادره كلنا واحد بتاعت وزاره اللي منظمها وزاره الداخليه تحت رعايه وزاره الداخليه وتحت رعايه رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، حاجه جميله قوي، ربنا يحميه ويحفظه، حاجه جميله، ناس فرحانه. انا النهارده عامل خصم 20، في ناس عامله 30، في ناس عامله 70، مصر كلها فرحانه، وحاجه انا سعيد جدا باليوم ده صراحه، ويعني النهارده يوم عيد للمصريين كلها والله بجد، دي حقيقه يعني، وربنا يعديه على خير ويسترها ويستر بلدنا ويحمي بلدنا ويحفظهم ان شاء الله ويحمي شعبها ويحمي رئيسها ان شاء الله. حبيبي يا فندم مشكور جدا، شاكر، كل سنه طيب حبيبي. شكرا، ودي كانت ابلغ تحيه زي ما احنا قلنا لحضراتكم، مش بس الانضمام لمبادره وزاره الداخليه كلنا واحد في الشركات الكبيره او في المولات، لا ده احنا بنتكلم حضراتكم من امبابه الجميع انضم للاعلان عن تخفيضات مبادره وزاره الداخليه تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى التاسعه. زي ما انت شايف استاذ مصطفى يعني نعم. الثوره كان واحنا ايام في سنه 2013 كان الجميع بيبحث عن الامن والاستقرار والناس تبقى مبسوطه، زي ما حضرتك شايف هو ده المشهد، الناس الحمد لله شكراً. النهارده بعد 9 سنين من ثوره 30 يونيو زي ما احنا شايفين الحمد لله بلدنا شكراً. بتنعم بالاستقرار والامن. استاذ هاني النحاس شكرا جزيلا لك. الحقيقه يعني زي ما احنا شايفين كل الجهات مطلوب ان تتحرك في هذا اليوم، كل مواطن مصري مطلوب ان يعبر عن رايه. عبر عن رايه، عندكم مواقع التواصل الاجتماعي تعبر فيها عن رايك، عندك الفيديوهات اللي بتعمل. هذا يوم عظيم في تاريخ الشعب المصري لا يمكن أن ننساه. في مشاكل بنعاني من مشاكل كتيرة جدا، لكن في أمل، بالتأكيد في أمل لبكرة، لأن احنا في النهاية أبناء لشعب عربي واحد وأبناء لشعب مصري واحد، لدينا أملنا وطموحاتنا اللي احنا عايزين نحققها، لكن في كتير ضدنا مش عايزين البلد دي توقف على حيلها بأي حال من الأحوال، لأنه إذا مصر وقفت أكيد المنطقة العربية كلها هتكون في أمان وفي سلام. وإذا لا قدر الله حصل حاجة لمصر، ما تسألنيش عن أمة عربية أو عن وطن عربي. يمكن الإعلام ليه دور كبير جدا في المسائل دي، دور مهم جدا. ويمكن بعض الذين عاشوا هذه الفترة كان ليهم مواقف ومواقف قوية. وأنا عندي قناعة اللي كان موقفه متذبذب أو متراجع أو مع أو بيتكتك لطريقته والحسابات والمصالحه أو ارتبط بالنظام الإخواني لسبب أو لآخر، لا يمكن أن يكون مخلصا لهذا البلد بأي حال من الأحوال، ولا يمكن أن يعتمد عليه بأي حال من الأحوال. النهاردة منظمة مراسلين بلا حدود ودي مقرها باريس طلعت تقرير نشرها على العالم كله، بتتهم 4 بالمسؤولية عن وقد حرية الصحافة والإعلام. الأربعة دول أحمد موسى، مصطفى بكري، محمد الباز، نشأة الديه. تقرير متضمن، وطبعا حملة عاتية على إعلام الشركة المتحدة، وبيقولوا أن الناس دي قادت يعني حملة ضد حرية الصحافة في مصر، وأن احنا كنا سبب في أن العديد من الصحفيين دخلوا السجون، مع أن كل دخل السجون في أغلبهم دخلوا بتهمة الانتماء للإخوان بشكل أو بآخر، وإن احنا وسائل إعلام تابعة للدولة بتشن حملات الكراهية ضد المعارضة بتواطؤ مع الدولة وبالاشتراك مع عدد من كبار الإعلاميين والكتاب. استشهدوا في كل الكلام ده بكلام خالد البلشي، وخالد البلشي معروف ومعروف مواقفه ضد مؤسسات الدولة، واحنا اتكلمنا قبل كده أكتر من مرة.
وانا عايز اقول للبهوات دول بتوع مراسلون بلا حدود، اوعى تفتكروا ان احنا بنتهز، احنا بندافع عن دولتنا وعن بلدنا. اوعى تفتكروا ان احنا ضد حريه الاعلام ولا الصحافه. نحن نفهم معنى حريه الاعلام لان احنا نفسنا ايضا نطالب بهذه الحريه عشان احنا نقدر نتكلم دايما، وبنتكلم كما نريد وعايزين مزيد وحنعمل ده. بس يا جماعه يا بهوات يا بشوات يا بتوع باريس، ما انتوا شايفين الدنيا، هو انتوا بتأيدوا وتدعموا الارهاب؟ هو انا لما اتكلم على اعلامي متآمر مع الارهابيين وبيطل من حتت هنا ولا هنا ولا هنا وخارج وطنه، هو انا كده بكون بحرض على حريه الصحافه؟ ما هي حريه الصحافه؟ حريه الصحافه بصوا للغرب عنديكم، بصوا لفرنسا كيف تعاملت مع المتظاهرين، بصوا لبريطانيا، بصوا للولايات المتحده الامريكيه، بصوا لدول عديده اخرى تمارس فيها العنصريه ضد العرب وضد المسلمين ليلا نهار. احنا شعوب متحضره، ونحن خطابنا الاعلامي لا ينسى مطالب الشعب ولا الثوابت الاساسيه من حريه صحافه وحريه اعلام وحق الانتخاب وغير ذلك من الامور. ودخلنا يا بهوات، انا شخصيا داخل السجون 5 مرات دفاعا عن رايي وعن موقفي في 77 مظاهرات 77، وفي مظاهرات عملتها ضد السفاره الاسرائيليه سنه 80، وفي احداث سبتمبر 81 اللي خدونا كلنا قضيت فيها شهرين في سجن ترى، وفي قضيه نشر ايضا دفاعا عن رايي وغير ذلك من الامور. فمش انتوا اللي هتيجوا تورونا احنا كيف ندافع عن الحريه. فرق كبير جدا بين الحريه وبين الفوضى، الحريه مسؤوليه وهنفضل نقولها، وبنختلف مع الدوله وبنختلف مع الحكومه، ولا نعبر الا ما بداخل ضميرنا. لما البلد تبقى هتروح مننا احنا لازم نلم الدنيا ونحشد ونطالب كل من يتآمر على ارض هذا الوطن او يشكك في مؤسسات الدوله او حتى الشهداء. يا راجل ده وصل بيهم الحال ويقولوا ان الدوله هي اللي بتقتل الشهداء، ماذا تريد اكثر من ذلك يا بتاع مراسلون بلا حدود؟ انت للاسف بتتكلم بمنطق الدفاع عن القتله والدفاع عن الذين يعادون الدوله الوطنيه. على فكره انتوا اللي بتكلموا دايما على الاخوان، احنا حاربنا الاخوان الصحفيين انت بتكلم عليهم دول، حاربوا الاخوان في عز زمانهم، وكنا طالعين ورحنا على كفنا من اول يوم، من اول يوم، من اول يوم. انا شخصيا كنت بقود مظاهره في جنازه الشهيد الراحل عمر سليمان في اظن 21 يوليو 2012 بعد وصول محمد مرسي باسبوعين ثلاثه. كان ده موقفنا من البدايه، لان احنا كنا عارفين ان هؤلاء لا يريدون حريه ولا يريدون وطن ولا يريدون مؤسسات، ويسعون الى اخواننا كل شيء. تعالوا نرجع للخلف قليلا ونشوفوا موقفنا عشان تبقوا تكلموا كويس. تعالوا نشوف زميلنا عاصم الشندويلي من التجمع الخامس. استاذ عاصم كل سنه وانت طيب، احكي لي انت شايف ايه عندك؟ مساء الخير استاذ مصطفى، تحياتي لحضرتك يا فندم، كل عام وحضرتك بالف خير وصحه وسعاده. اسمح لي في البدايه اتقدم لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ولجموع الشعب المصري في جميع بقاع الارض واقول لهم كل سنه وحضراتكم طيبين وبالف خير وصحه وسعاده. بمناسبه الذكرى التاسعه لهذه الثوره العظيمه، ثوره ال 30 من يونيو، عشان كده بنقول ثوره ال 30 من يونيو يا مصر احلى عيد. يوم اتجمعوا ولادك وبقوا يد من حديد، ضربوا كل ارهابي كل طاغي عنيد، وقفوا قصاد النار وقالوا بصوت جبار احنا اولاد احرار مش ممكن نعيش عبيد. تحيه اجلال وتقدير لمفجر هذه الثوره الشعب المصري العظيم بقياده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذه الثوره التي انتشلت الدوله المصريه من حافه الهويه هنا من على ارض هذه المدينه الجديده القاهره الجديده. نحتفل بذكرى جميله جدا، ثوره ال 30 من يونيو، في اطار المبادره التي اطلقتها وزاره الداخليه المصريه، مبادره كلنا واحد. هذه المبادره التي تشجع على الاحتفال وان احنا نتذكر سويا هذه الثوره العظيمه في اطار تخفيضات 20% في كافة المحلات التجارية والمطاعم. يمكن احنا متواجدين بالفعل هنا في منطقة الخاصة بالمطاعم والمحلات، وبالتالي هناك اقبال جماهيري كثير جدا 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 من خلال هذه المبادرة اللي اطلقتها وزارة الداخلية واللي بتتناسب مع ذكرى الاحتفال بثورة يونيو. يمكن مش دي المبادرة الحقيقة الاولى اللي بتقوم بها وزارة الداخلية، هناك الكثير من المبادرات اللي اطلقتها طوال الفترة الماضية من سلع استهلاكية وغذائية مخفضة باسعار تناسب كل المواطنين وتحديدا في المناطق
الضباط الحدودية وخاصة محدودي الداخل. فتحية إجلال وتقدير لوزارة الداخلية وكل الجهات المعنية اللي بتدعم الشعب المصري في كافة التوقيتات. واحنا بنحتفل بهذه الثورة، يمكن يا أستاذ مصطفى خلينا أقول لحضرتك، هذا الاحتفال بدأ تقريبا من ساعة بيقدم كل ما قامت به الدولة المصرية من إنجازات طوال التسع السنوات الماضية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلا مسطر البطولات على أرض الواقع. ليس فقط الإنجاز الذي قدمه من خلال ثورة 30 من يونيو، ولكن الإنجاز في كافة المشروعات القومية وكافة التحديات اللي واجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي وقدر ينجح فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى وبفضل تكاتف وتلاحم المصريين مع سيادته. وإن شاء الله مكملين المشوار حتى تصبح مصرنا الحبيبة دائما إن شاء الله في أحسن حال، وقادرين نقول الكلمة دائما أمام العالم، مصر دائما أبدا للمصريين وليس لأي أحد آخر، كما كان يريد هذه الجماعات الإرهابية يعني حدوث مثل هذه المؤامرات. ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا بقيادة حكيمة وشعب مصري عاقل قادر على درء مثل هذه المؤامرات الخبيثة، وإن شاء الله مكملين وحدتنا وتكاتفنا وربطنا وترابطنا لبناء هذه الدولة، وإن شاء الله القادم أفضل علينا جميعا. أستاذ مصطفى مرة تانية كل سنة وحضرتك طيب، وبحيي حضرتك كنت سامع حضرتك في البداية بتذكرنا بالفيديوهات الجميلة اللي بتشهد من خلالها الدولة المصرية والشعب المصري العظيم كلمته القوية أمام العالم أجمع في ثورة 30 من يونيو. شكرا أستاذ عاصم الشندويلي من التجمع الخامس. فاصل ثم نعود إليكم لنكمل بقية الحلقة. أقام حزب حماة وطن بمحافظة البحيرة مساء أمس الأربعاء حفلا ضخما بمجمع دمنهور الثقافي احتفالا بذكرى ثورة 30 من يونيو بعنوان شكرا سيادة الرئيس. حضر الاحتفالية الفريق جلال الهريدي رئيس الحزب، اللواء هشام عبد الغني أمن محافظ البحيرة، اللواء طارق نصير الأمين العام، وأيضا اللواء طارق عبد الباعث رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب حماة وطن، وعدد وطبعا أخونا أشرف عضو مجلس الشيوخ طبعا محمود أشرف. كل هؤلاء كانوا موجودين الحقيقة، وكان في رموز كتير جدا. يمكن كان التنظيم اللي موجود هناك تنظيم يفرح الحقيقة، كل الناس اللي كانت موجودة من استقبال الضيوف اللي كانوا جايين إلى برنامج العمل أو جدول الأعمال، هي كان حشد كبير جدا يؤكد بالفعل أن هذا الحزب يشتغل تنظيميا بشكل محترم. تعال نشوف تقرير ونرجع لكم مرة أخرى. بدايتها وكان في تلاحم جميل بين الشعب والجيش والشرطة. احنا أنا السنة اللي فاتت عملنا نفس الاحتفالية، كانت نعملها في اسكندرية وكان عنوانها شكرا سيادة الرئيس. الهرم الاحتفالية الرئيسي اللي احنا بنقول الرئيس شكرا، بنقول للشعب مصر العظيم اللي هو ساند في جميع الانجازات الموجودة حاليا بنقول له شكرا، ونعرف كل المصريين ومن منطلق كان شعب البحيرة او شعب الاسكندرية انجازات الرئيس خلال المرحلة اللي فاتت واللي جاية واللي بيحصل على ارض مصر في الاونة اللي احنا موجودين فيها. ثورة 30 من يونيو كانت ثورة الايديولوجية الجديدة، الافكار الجديدة، الوطن الجديد. المصريين جميعا استنجدنا بقائد جسور وامتلأت الميادين بكل جموع المصريين، ولكن الاحتفال التاسع هنا له أهمية خاصة ولا سيما وهو يتواكب مع الجمهورية الجديدة بالفكر الجديد. الفكرة الذي دعا إليه فخامة الرئيس أنه لم يقصي أحد في ظل بناء هذه الدولة الجديدة. الدولة المصرية بزعامة السيد الرئيس خلال الفترة السابقة كان في مجهود كبير جدا، هذا المجهود كلنا شاهدناه. يمكن البعض كان متخوف لهذه الطفرة التنموية الضخمة، لكن جميع جموع الشعب في الوقت الحالي على قناعة تامة بما يتم وما سيتم خلال الفترة القادمة، وكلنا نؤمن بهوية الدولة المصرية، وإن شاء الله خلال الفترة القادمة مصر هتشهد إنجازات ضخمة جدا. طبعا هذا اللقاء كان الحقيقة لقاء حاشد كبير، وقبله سبقه لقاء في إفطار رمضان عمله الحزب برضه بقيادة أخونا محمد السيد مجاهد أمين عام الحزب، وكان موجود امبارح وفد كبير الحقيقة، ورحت أنا وشفت المشهد الجميل، ويعني اللواء هشام أمنة كان موجود أيضا في هذا اللقاء. الحقيقة مثل هذه الأنشطة احنا محتاجينها للأحزاب السياسية،
محتاجينها تبقى موجودة على السطح، لأنه في النهاية الشارع المصري يريد من يتنفس من خلاله. هو حد يفتكر أن الشارع المصري ده شارع ممحي أو ذاكرته مش موجودة أو شعب يرضى بأي حاجة؟ لا لا لا، الشعب ده شعب عظيم، شعب عارف حقوقه كويس. لو قعدت مع أصغر واحد أو أكبر واحد هيقول لك ماذا يحدث. وعشان كده جماعة الإخوان ما فهمتش الشعب ده، تصورت أن كل من بيده السلطة يستطيع أن يفعل ما يشاء على أرض هذا الوطن، وده غير صحيح. يا إخواننا اقروا تاريخ هذا الشعب وثوراته وعظمته على مدى عقود طويلة من الزمن عشان تعرفوا مفيش حد يعرف يضحك على الشعب ده. والشعب ده لما وقف وطلع في الشارع يوم 30 يونيو ومشينا من نقابة المحامين لنقابة الصحفيين لميدان التحرير لغاية الاتحادية، والله واحنا ماشيين شالونا على الأكتاف وقعدنا نهتف قدام الكاتدرائية مسلم مسيحي ايد واحدة. ليه الناس عملت كده؟ الناس عملت كده لأنها كانت ترد بشكل حضاري على ما حدث لأشقائنا الأقباط في وقت سابق. كنت تشوف في الثورة دي كل المواطنين المصريين، 33 مليون مواطن مصري خرجوا. الصعيد اللي ما خرجش في 25 يناير خرج في 30 يونيو ومشي في كل شوارع المناطق والمحافظات المختلفة رافعا صور القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي. لما كنا عند وزارة الدفاع كان في مجموعات موجودة وقاعدة معتصمة بقيادة أخونا الإعلامي توفيق عكاشة، كانوا موجودين بالفعل وقابلونا ورحبوا بينا وقعدنا نهتف قدام وزارة الدفاع يا سيسي أنت رئيسي. ده كان شعار موجود عند الغلبان وعند ابن الطبقة المتوسطة وعند المواطن اللي خايف عن مصر أيا كان يعني وضعه الاجتماعي وأيا كان انتمائه السياسي. كنا كتلة واحدة كيان واحد بنطالب برجل نعرف تماما أنه سينحاز إلى الشعب المصري، ندرك تماما أنه أبدا لن يتخلى عن هذه المطالب. وعايز أقول لكم وزي ما قلت لكم في حلقات سابقة، القائد العام عبد الفتاح السيسي لم يكن يرغب في الرئاسة أبدا، احنا سمعنا ده منه أكثر من مرة. وعايز أذكركم يوم 27 يناير 2013 أو 14 بعد الثورة كان في اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وكان في مطالب جماهيرية وطلعت الناس في 25 يناير كلها تطالب عبد الفتاح السيسي رئيسا للدولة مرشحا للرئاسة. دخلوا جوه، أول ما دخلوا جوه فتحدث الفريق أول عبد الفتاح السيسي 3 ساعات ونص وهو يشرح تقدير موقف استراتيجي، إيه البلد فيها وإيه المتوقع وإزاي مؤسسات الدولة تأكلت وإزاي الاقتصاد منهار وإزاي القيم انهارت وإزاي الدنيا بايظة. 3 ساعات ونص وأعضاء المجلس القوات المسلحة قاعدين يتابعوا بصمت. الناس شافت الصورة سوداوية. فبعد ما خلص رئيس القائد العام عبد الفتاح السيسي اتخذ التصويت. عايز أقول لكم ودي حاجة يمكن بتقال لأول مرة، كل أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدا واحد أو اتنين قالوا للقائد العام بلاش تترشح يا فندم، نرجوك بلاش تترشح. تحدث الفريق عبد المنعم التراس كان قائد الدفاع الجوي في هذا الوقت وكان وزير الدفاع كده وجنبه رئيس الأركان صدقي صبحي وجنبه الفريق عبد المنعم التراس وقال أنا أعترض على هذا الكلام، البلد تحتاج إلى شخصية وطنية وشخص صادق وشخص نزيه وقيادي محبوب داخل مؤسسته وداخل المؤسسات الأخرى، ولا أرى منك ولا أرى سوى أنت الذي تصلح لهذا الموقع. فطبعا المجلس العسكري كله رافض، قالوا لا يا فندم ننقى بيك، احنا عايزينك وزارة الدفاع مش عايزينك في الرئاسة، هتروح بعد 3 أو 4 أيام بالوضع ده هتتبهدل يا فندم، خليك معنا في الجيش، الجيش محتاج. وكان الحقيقة الفريق عبد المنعم التراس برضو الفريق صدق صبحي من أنصار هذا الرأي، فطلب الفريق صدق صبحي عرض الأمر على التصويت مرة أخرى فصوت الجميع بالتأييد، يمكن واحد ولا حاجة حذر برضو لكن صوت الجميع بأغلبية كاسحة للفريق أول عبد الفتاح السيسي أنه يستجيب لنداء الشعب المصري
وبالذات اللي خرجوا في 25 يناير 2014 وان يذهب ليكون مرشحا للمصريين في هذه الانتخابات. ساعتها القائد العام قال لهم بالنص، ما هو عنده التقرير، انتوا بترموني في النار. فالفريق صدق صبحي رد عليه قال له ايوه احنا بنرميك في النار من اجل هذا الوطن. فاتخذ القرار في هذا الوقت. ونفس الامر لما جه برضه وعرض الامر يوم 26 مارس 2014 على المجلس العسكري بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهوريه المؤقت في هذا الوقت، الكل قال احنا بنختار القوي الامين، احنا بنقدمك للشعب المصري واحنا على ثقه انك ستكون دوما القائد الذي يلجا اليه المصريون في كل مشاكلهم وازماتهم. ويعز علينا ان تترك منصب وزير الدفاع، ولكن مصلحة الوطن وانت رجل مقاتل تعرف تماما معنى ذلك، مش هتسيب الملعب وتمشي، احنا محتاجينك تبقى موجود. وظل هذا الرجل موجود. وعلى فكرة احنا بنظلم مع فتاح سيسي لما بنقول انتصر فقط لثورة 30، لا ده من ايام 25 يناير جنبا الى جنب مع المشير طنطاوي، انا كنت اشوف ده بعيني في كل لحظة وفي كل قرار. انت نسيتوا عمل ايه يوم 22 نوفمبر لما كلم محمد مرسي قال له الاعلان الدستوري ده هيودي البلد في داهيه؟ انت نسيتوا ان اتفق هو واللي هو احمد جمال الدين ان يحموا الناس والا يدخلوا في صدام يوم ما حصل وهاجم البعض ميليشيات الاخوان المتظاهرين امام القصر الاتحادي؟ انت نسيتوا البيان اللي طلعه في 8 ديسمبر 2012 واللي حذر فيه من تفكيك المؤسسات ودعا الى حوار وطني ثم افسده الاخوان؟ انت نسيتوا كل مواقفه القوميه مش بس 23 يونيو اللي اتكلم فيها السيسي واعطى مهله 7 ايام في الندوه التثقيفيه الخامسه على ما اظن. عايز اقول لكم قبلها يوم 22 يونيو ذهب الفريق اول على فتاح السيسي ومعه الفريق صدقي صبحي ومعه الرؤساء او قاده الافرع الرئيسيه ومعهم اللواء محمود حجازي اللي كان مدير المخابرات الحربيه. وقعدوا وفوجئ مرسي طبعا بهذا الحجم اللي موجود يعني في ايه؟ اتخض. فقام اللي هو محمود حجازي استاذن القائد العام في انه يعرض تقدير موقف استراتيجي. واتكلم فيه عن مطالب الشعب المصري في الوقت ده. نحن عايزين انتخابات رئاسيه مبكره، عايزين تغيير الحكومه، عايزين في نفس الوقت ان يتمشي النائب العام ده. لانه الكل كان يدرك ان المستشار عبد المجيد محمود قد ظلم ظلما بينا. وان القضاء المصري بقياده الرجل الذي لن ينسى موقفه ابدا المستشار احمد الزند الوطني الجسور الذي وقف بكل قوه. كنت لما اقول له يا فندم خلي بالك من نفسك يقول لي ارواحنا لا تساوي شيئا من اجل هذا الوطن. لما اتكلموا معاه بعد ما خلصوا التقدير موقف استراتيجي منتظرين بقى الراجل يوافق على حاجه يعني عشان تتلم الدنيا. وده يوريكم ان السيسي ما كانش لا في دماغه رئاسه ولا اي حاجه. فالكلام ده 2013. فإذا بمرسي بعد ما خلص قال لهم بقول لكم ايه؟ تعليمات التنظيم الدولي ان تركيا بتسلح الجيش السوري الحر اللي هو المعادي اللي هو مكون من النصرة وغيره وغيره الجماعات الإرهابية، وقطر هتمول واحنا هندرب. قالوا ازاي؟ قال لهم دي تعليمات التنظيم الدولي للجماعة. قالوا انت رئيس جمهورية وجماعة الإخوان ولا التنظيم الدولي يخصنا في شيء؟ قال لهم لا 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 هو ده كفاية بقى. فاحتد الفريق صدق صبحي فقال له هو أنت دايما بتزعق لي؟ أنت بتزعق لي ليه؟ أنا بقول مطالب مشروع. فقام الفريق في افتتاح سيسي ومعه القادة الأساسيين غاضبا ومشي. تاني يوم كان البيان يوم 23 يونيو اللي بيدي مهلة أسبوع، وعارفين أنتوا باقي التفاصيل اللي حصلت وصولا ل 3 يوليو اليوم العظيم الذي انحاز فيه الجيش المصري للشعب المصري العظيم. طيب قبل ما اتكلم معكم زياده معانا الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري اثناء فتره المجلس العسكري. دكتور عصام ماذا تتذكر عن هذا اليوم؟ كل سنه وحضرتك طيب يا استاذ. طيب يا فندم. والشعب المصري طيب. انا كل بس قبل ما ابدا كلمتي احب اوجه تحية لأرواح الشهداء اللي ضحوا بحياتهم عشان مصر
تعيش ومصر تصمد ونسترد مصر الأبية الشامخة من التنظيم الدولي للإخوان. تحية لأسر الشهداء اللي تحملوا هذه الخسارة الفادحة في أرواح أبنائهم وأزواجهم. تحية للمرأة المصرية اللي نزلت بهمة في هذا اليوم العظيم. طبعا ده يوم تاريخي، يوم استرداد الوطن من التنظيم الإرهابي، يوم استجابة الجيش لنداء الشعب. فأنا الحقيقة يعني في ذكريات كتير في هذا اليوم، وحضرتك يمكن عاصرت معايا ومع الشعب المصري إزاي الشعب كله اتحرك في جميع الميادين وجميع الشوارع غير عابئ بكل التهديدات التي يعني كانت واضحة من خلال حتى اجتماعهم في استاد القاهرة. فطبعا دي حاجات كل واحد نزل في هذا اليوم كان بطل وكان مضحي بحياته في سبيل استرداد الوطن. حضرتك ذكرت كلمة جميلة جدا عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والفريق صدقي صدقي والفريق أول السيسي في مواجهة رغبة مرسي في أن احنا نحطم سوريا أو نساعد في تحطيم سوريا، ورفضوا التدخل في الشأن السوري ورفضوا إرسال أي قوات مسلحة لهدم الدولة السورية الشقيقة اللي هو لأول مرة في التاريخ أعلن مقاطعتها. أنا بس في اليوم الجميل ده بحب أقول إن تم استرداد مصر، تمت ثورة على الماضي البغيض، تمت ثورة على أخطاء ما قبل 25 يناير 2011، تمت ثورة على تنظيم الإخوان، تمت ثورة على الأمراض المزمنة في تاريخ الثورة المصرية للشعب المصري، تمت ثورة على العشوائيات، تمت ثورة على اللي نهبوا أراضي الدولة وثروات الدولة. فالحقيقة هي مش ثورة بس على الإخوان، هي ثورة على كل السلبيات اللي حصلت في تاريخ مصر. بحب أحيي الرئيس السيسي اللي شر روحه على كفه، وهو وزملائه العظام اللي مهما واحد يعني سرد أسمائهم أخاف أنسى اسم، لأنهم كلهم قدموا أرواحهم وتعهدوا على أنهم يقدموا أرواحهم في سبيل استرداد هذا الوطن. هو جيل مهما قلنا مش هنوفيه حقه، إحنا عارفين أنهم قدموا حياتهم وتحدوا التنظيم دولي، لأن جماعة الإخوان يا أستاذ مصطفى وحضرتك أدرى مني ليست جماعة محلية. نعم. تنظيم دولي. نعم. تنظيم دولي مدعوم بقوى الشر العالمية. نعم. بس الحقيقة التحالف المصري المدني الشعبي مع الجيش يعني بصمة في تاريخ العالم وفي تاريخ مصر. هتفضل مصر أبية ومصر قوية ومصر عظيمة برجالها. نعم. زي حضرتك وزي الأستاذ محمود البكري وزي كل الناس الإعلاميين وزي الأستاذ توفيق عكاشة وزي الناس كل الإعلاميين اللي جهزوا للوعي الشعبي للنزول في 30/6. نعم. فأنا شايف أن 30/6 دي لحظة فارقة وليست ثورة على تنظيم فقط، ولكن ثورة على تنظيم دولي، على مؤامرة كونية، على على كل شيء، وعلى وعلى كل الأمراض المزمنة. أكيد. شكرا لك دكتور عصام النظامي، وهو كان واحدا من رجالات هذه الثورة الحقيقة. وعايز أقول هي فعلا لحظة فارقة، لم تكن فقط ثورة على تنظيم أراد أخوانة الدولة واختطاف الوطن، لكنها كانت ثورة فارقة بكل معانيها. والشعب المصري يمكن شعب ذكي ما حدش يعرف يستكرده أبدا. كثيرون احتاروا في أمر هذا الشعب، وكثيرون قالوا أنه بلا كتالوج، لكن اللي بيحكمه مصلحة الوطن، مستعد يجوع، مستعد يحصل له أي مشاكل، لكن عمره ما يفرط في وطنه ولا حدود وطنه. ماذا يقول الناس عن ذكرى 9 لثورة 30 مليون؟ تقرير ثم نعود. حققت أهدافها بالنسبة لي؟ الحمد لله. وبفضل الله ثورة يونيو أتت بثمارها الكثيرة، تصدير البترول، الغاز، المشاريع الضخمة اللي اتعملت في مصر ما اتعملتش من 40 سنة. طبعا حققت أهداف كتير، لأن البلد كانت هتتأخر أكتر ما هي متأخرة. كان يعتبر ما فيش رئيس هو اللي ماسكها، كان مجموعة
مع بعض كمشورة، مش واحد محدد. اللي محدد اللي هو ماسكها كصورة بس مش أكتر. حققت إنجازات كتير جدا بصراحة، والبلد بقى فيها أمن وأمان، والرئيس برضه ربنا يحفظه يا رب ويخليه، عمل مشروعات كتيرة جدا وحققت أهدافها، وبصراحة اللي احنا في تقدم الحمد لله. يعني والله احنا كنا ماشيين في الشوارع بنبقى خايفين، أنا عن نفسي كنت بنزل من بيتي نازلة خايفة مفيش أمان، بس الحمد لله الوضع دلوقتي اختلف، الحمد لله بقى ماشيه براحتي وفي امان، ولادي ماشيين بامان مش خايفه عليهم، لا في حاجات كتير الحمد لله. الله اعلم باللي اللي كان هيحصل، بس احنا عندنا مقدمات ان فعل الاخوان او الارهاب الاخوان او ما مارسوه مع الشعب المصري مقدمه، عارفين اسبابها ونتائجها ايه. احنا هنا في نعمه في نعمه في نعمه، يعني بلدنا الحمد لله. يعني لو الاخوان استمروا في الحكم كان الوضع ممكن يكون ايه؟ لا زفت طبعا، ما فيهاش كلام. هي الحكومة المصرية قايمة بشغلها والدنيا تمام والدنيا ماشية زي الفل. هي الحكومة بس الناس، هو يعني الحكومة لوحدها الناس برضو ايدها في ايد الحكومة. بالمنطق كده يعني شوف الدول اللي حوالينا بسبب العنف بسبب الارهاب وعاملين ازاي، مفيش حاجة بالعافية، عمرنا ما كان في حاجة بالعافية. طبعا اتغير، يعني انا شايفة ان البلد في تقدم وفي تعمير كويس وفي امن عن الاول كتير. ساعه 25 يناير كانت العمليه ما كانش فيها امان والواحد كان بيخاف يخرج وده وده وده، دلوقتي الواحد دور الشعب الحقيقه وثوره، يعني المفروض ان التاريخ يكتبها، التاريخ الحديث كله يكتبها، شعب خرج عن فتره قديمه بهذه الجموع، فئات مختلفه اعمار مختلفه محافظات مختلفة، ما حدش قال له اطلع، هو طلع بوحي من ضميره ومن حضارته ومن ثقافته ومن تراثه ومن احساسه بالخطر على مصريته وعلى هويته وعلى وطنيته. الشعب ده يعني بصراحة يعني اعتقد انه هتكتب كتب وهتكتب روايات واحداث تؤرخ لهذه المرحلة من تاريخ مصر وتاريخ الأمة العربية. أنا بقول زي ما مصر أوقفت الزحف التتار، مصر أوقفت الهجمة الشرسة من الجماعة الإرهابية. نعم، أنا بشكرك دكتورة عزة هيكل، وأنت كنت دائما واحدة من هؤلاء الذين قاتلوا قتالا شرسا جنبا إلى جنب مع المستشارة تهاني جبالي التي نتذكرها دائما رحمة الله عليها، إلى جانب آخرين كان لهم دور مهم في هذه الثورة العظيمة اللي احنا هنفضل فاكرينها مهما كان. طيب الحقيقة يعني واحنا بنتكلم عن هذه الثورة وبنتكلم عن منجزاتها، احنا كمان عايزين نتكلم عن بعض ما يجيش في صدورنا، وما يجيش في صدورنا هو داخل إطار النظام وليس خارجه. نعم القيادة الآن والرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل كل ما يستطيع، يذهب شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من أجل هذا الوطن، يسعى إلى بناء دولة حديثة ذات نهضة اقتصادية واجتماعية كبيرة، يحاول أن يعيد لمصر الدور الريادي والأساسي على الساحة العربية وأن نكون رقما فاعلا ومهما في الساحة الدولية. لكن برضو احنا موجودين في هذه الساحة، الناس تئن من التعب، الناس تعبانة، تعبان اقتصاديا نتيجة أزمات كتيرة جدا، مش بس الأزمة العالمية، لكن برضو وزير هنا يتخبط، خد مثلا عندك وزير القوى العاملة يتخبط كما شاء فيعمل توتر في عند قطاع الأعمال، قصدي وزير قطاع الأعمال قصدي، تيجي مثلا مشاكل كتيرة جدا في كل أنحاء البلد، تيجي بطء في صناعة القرار، ده بيعمل مشكلة. لما نكون دايما في أزمات يا جماعة لازم نشوف الشعب المصري عايز ايه، احنا شركاء مع هذا الشعب ولسنا منفصلين عنه. الشعب المصري وبصوت عالي بيقول للحكومة دي شكرا، انت كملت مهمتك وأديتيها، وما اقدرش اقول انك ما انجزتيش، انجزتي، وما اقولش رئيس الوزراء ده راجل ما انجزش الا نبقى ناكرك جميل، هذا رجل اشتغل كثيرا كثيرا جدا وعمل اللي ما يتعمل فكويس، لكن كفاية يا فندم، احنا نحتاج الى التغيير والتغيير سنة الحياة. النهاردة احنا لينا 5 سنين في الحكومة، في حاجات اخفقنا فيها، والتغيير احيانا بيضخ دماء جديدة، حياتك ممكن تروح اي موقع ربنا يكرمك باي حاجة، انما فعلا هذه الحكومة بكل ما ادته مع احترامي وتقديري
وانا ما بقولش يعني ان دي حكومه فشلت وغير، لا، في مواطن فشل وفي مواطن نجاح عشان نبقى موضوعين. انما ده حديث الشارع، الناس بتقول كفايه، عايزين حكومه جديده، عايزين ناس تبقى موجوده مننا شبهنا قريبه منينا. عايزين لما نتكلم يا جماعه عن مشاكل بيعاني منها المصريين، هو الجريمه ازاي انتشرت بهذا الشكل؟ ازاي كل يوم نشوف هو الراجل اللي نط من على برج القاهرة 173 متر، هي دي مش رسالة؟ رسالة. هو اللي نزل، هو الست والراجل اللي رموا عيالهم في النيل، دي مش رسالة؟ رسالة. الناس تعبانة، الناس تعبانة بجد، وتعب الناس ده لازم نترجمه في قرارات وتغييرات. كل ده هيساعدنا ان احنا نضمد الجراح ونعيد بناء ما يمكن ان احنا نكون نسيناه او غيره، لكن الامل يبقى موجودا. فاصل ثم نعود اليكم مره اخرى. هل الشارع المصري بتاع النهارده هو نفس الشارع المصري بتاع 30 يونيو؟ يبقى بنضحك على بعض. لا، في متغيرات موجوده، وفي ناس ليها مطالب، وفي ناس زعلانه، في ناس زعلانه، لكن ما فيش حد مش حريص على الدوله وعلى كيان هذا الوطن وعلى امنه وعلى استقراره. دي مسائل اساسيه. ما فيش حد نسي ماذا قدم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ما فيش حد يقدر ينسى الراجل ده بيعمل ايه من الصبح، من 5 الصبح لغايه 12 بالليل. ناس فاهمه وعارفه. لكن ما تجيش انت في ممارسات وتضيع لي الدنيا. يعني يا فندم، مع احترامي وتقديري لاي حد مسؤول ايا كان الامر، النهارده الناس بتتساءل عن حاجات بسيطه جدا. طب انتوا قلتوا وزيره الصحه في بيتها لغايه ما تشفى، طب هي شفت الان؟ لا دخلت الوزارة مرة أخرى ولا مشيت. من الناس بتتساءل، يعني قولوا للست شكرا خلاص يا فندم، أو تعالي وزيرة ماشي، بس ناخد قرار. كذلك الحال في كثير من المواقع المهمة والأساسية. النهاردة أنا لما أجي أشوف الفلاح يا فندم، أنا بدي الفلاح كله كام؟ سعر أرداب بالقمح حوالي 865 جنيه مثلا. أنا بجيب النهاردة، احنا استوردنا الأسبوع اللي فات 465 ألف طن من الخارج، سعر الطن حوالي 504 دولار، يعني بحوالي 11000 جنيه. طب ليه؟ طب ما انا ازود الفلاح واديله فلوس تكفيه، والله العظيم الفلاحين ملايين ياكلوا. والله الفلاح بيزرع الزرعه، وفي ناس بتسيب زرعتها وما ترضاش تجنيها لان عارفه مش هتجيب لها نتيجه. فلابد ان احنا نهتم بالفلاح. مفيش داعي حد يستفز العمال كل شويه ويقول قطاع العام ده خرابه والعمال كذا وكذا وكذا. ده السيد الرئيس اوصى بانه يا جماعه لو حصل تصفيه، تحصل التصفيه دي على اسس من بينها تكون خسرانه، من بينها تكون مفيش امل، و و و و يا ترى هل اللي بيتم على ارض الواقع ده صحيح؟ طب السيد الرئيس واحنا معاه في مدينه السادات قال اعملوا كام حلقه ونشوف الراي. الراجل صدره متسع. طب ايه عمل وزير قطاع العمال؟ طخ طخ، خلصوا لي اجراءات التصفيه. ايه يعمل سياده الوزير؟ ما بالراحه علينا، بالراحه على الناس. ناس مش مستحمله والله. مره اضرب في غزل المحله، مره اضرب في مش عارف ترسانه اسكندريه، مره اضرب في الحديد والصلب، اضرب في البتاع. طيب ادينا الاسباب الموضوعيه. ما تتقدمش اي تقارير وبس. مش معنى ان احنا نخلص من القطاع العام يبقى فزنا وانتهينا، لا بالعكس. طب ما انا اطور، بتقول ابني جديد؟ طب ما انا اطور يا سياده الوزير واعمل شغل محترم وغيره وغيره وغيره. لما بشوف قضايا لازم ارجع لاسبابها الاجتماعيه. لازم اشوف الناس اللي في بلاد دكرور دول مشاكلهم ايه؟ الناس اللي في امبابه دول مشاكلهم ايه؟ الناس اللي في جنا دول ولا في سوهاج ولا في البحيره ولا في المنوفيه مشاكلهم ايه؟ انزلوا للشارع، والرئيس قال لكم ده. انزلوا للشارع واقعدوا مع الناس واسمعوا الناس. لما الناس بتشتكي من فاتوره الكهرباء مش هتشق هدومها يا جماعه. فخلي يا سياده الوزير، يا سياده الوزير انت راجل بنحترمك ونقدرك. يا فندم الالتزام بشروط صندوق النقد الدولي واحده 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 هتوصلنا ان احنا مرتبات الناس كلها هتبقى للكهرباء، وده ما ينفعش. كويس ان السيد الرئيس تدخل واستجاب لنداءات الشعب المصري كله وقال ناجلها 6 شهور. احنا بنتمنى ان احنا نتراجع فيها وان احنا ندبر الكام مليار دول. كام مليار دول الدوله تقدر تدبره، لكن الناس الغلابه مش هتقدر. صندوق النقد الدولي عايزنا نرفع المازوت وعايزنا نرفع كذا، السولار 3 سنين هو بيضغط عشان نرفع السولار. كانت تعليمات الرئيس ما ترفعوش السولار لان ده هيمس طعام الناس، لانك هتغلي العربيه، هتغلي كل الاسعار الاخرى اللي مرتبطه بشكل او باخر. الحقيقه احنا محتاجين نعيد حلف 30 يونيو مره اخرى.
حلف الوطنيين الشرفاء، حلف الناس اللي مكلومة وتعبانة، حلف الناس اللي أمالها كبيرة وأحلامها كبيرة ومش ضد الدولة ولا ضد سيادة الرئيس. ممكن تختلف مع الحكومة، ممكن تختلف في الرؤية الاقتصادية، ممكن تختلف في بعض الأمور المطروحة، لكن هي في النهاية الناس دي لازم استيعابها. ليه؟ أنا عايز أقول إنه المتآمرون كثر، والبث التلفزيوني والفيديوهات دلوقتي كل واحد ما هوش شغلانه يعمل له فيديو، ما بتكسب، ولما يطلع بره يتكلم بقى بطريقه كانه عبقري ولا عارف حاجه ولا يضرب اي حاجه. هي الشتيمه مش والله والله ما يستحمله الرئيس السيسي. اصل بص الاتهامات كلها على مين؟ على جهاز المخابرات العامه، على جهاز الامن الوطني، على الرئيس، على ابن الرئيس، على المخابرات الحربيه، ولو ان محدش يجرؤ انه يتكلم عن المخابرات الحربيه، على بعض من هم بجوار الرئيس، الناس اللي شغاله ليل نهار. غير كده لا ينتقد وزير ولا بتاع، يمكن تكون له مصلحه ولا غيره ولا غيره ولا غيره. انما الراجل بيتعب معنا وشغال. انا عايز جهودنا كلها في الفتره الجايه يا فندم، ولازم يبقى في كنسه كبيره جدا، في كنسه كبيره اذا اردنا ان احنا نستعيد الشارع وبقوه. لانه في النهايه البلد دي لو حصل لها حاجه كلنا هندفع الثمن، الشعب المصري كله هيدفع الثمن. الاصلاح مش هيبقى نافع بعد كده، لانك انت مش عارف مين اللي هيطلع، بيوتكم هتتنهب ومشاكلكم هتبقى في كل حته، لكن الاصلاح من داخل النظام. تعال نقعد نرجع لمؤسسات الدوله، نرجع لابناء حلف 30 يوليو نسمع رايهم، يبقى في تشاركيه اجتماعيه شعبيه. وعشان كده جات خطوه الحوار الوطني، رغم ان الواحد ممكن يبقى معترض على بعض الاشخاص ولا غيره ولا غيره، لكن خلاص القياده السياسيه اراد هذا الحوار، والقياده السياسيه جاده في هذا الحوار. اتمنى ان الكل يكون عند مستوى التحدي. هذا حوار على راي يعني الشيخ احمد الجعفري، تشرفت بقعدتي معاه اليومين اللي فاتوا، قال لك ده حوار من اجل الوطن، حوار وطني من اجل الوطن. يعني كلنا لازم نسعى لبناء هذا البلد. اصل يا جماعه مالناش غيرها، لازم نبص للصعيد ومشاكل الصعيد وأزمات الصعيد. أنا ضربت أمثلة، مثلا قرية ترامسة المرة فاتت وريت مثالية، المية في جنة 3 أيام، الحاجات دي بتعمل حالة من الاحتقان. عايزين بسرعة أول بأول، وده يستلزم من كل مسؤول إنه يشتغل. وبرجع تاني وبقول قانون البناء، ومش هسكت إلا إن كان هذا القانون يعود للناس. وبقول للسيد رئيس الوزراء، بعتبرك أنت المسؤول عن هذا الموضوع يا فندم، الناس جاعت يا فندم، الناس تعبانة يا فندم، الناس هلكانة يا فندم، لازم تشوف حل، لازم تشوف حل، ما تسيبش الدنيا كده. الشعب ده مش سهل، مش خلاص سيبهم يعني. اهو مصطفى بكر قال له كلمتين بالسلامة ولا حاجة، يمكن حد يكون محرضه ولا قايل له بقين كده يعني. لا، دي مشاكل جادة وشعب جاد، وانت عارف انا بحترمك وبقدرك جدا، وانت شخصية خلوقة وشخصية محترمة وأديت كتير، أديت كتير محدش يقدر ينكر. لكن يا فندم في مشاكل أساسية لازم تشوف لها حل، في قضايا ما توقفوش ضدها، وهي أمور لن تضر الدولة في أي حال من الأحوال. لأنك أنت لما تاخد هذا القرار أنت بتعرض الناس لشائعات كتيرة، يقول لك لا أصل دي عاملينها لحساب العاصمة الإدارية، العاصمة الإدارية خلصت بنا. طب ليه؟ في مجلس النواب؟ لا ما عندناش حاجة في مجلس النواب. طب عندك أنت؟ طب الرئيس قال لك من 3 سنين. أنا بتكلم بالحرقة دي ليه؟ لأن أنا حاسس بالناس وشايف الناس، والناس بتشتكي لي وبتقول لي هذا الكلام. فإحنا ليه بنوصل الناس إلى درجة إن خلاص الناس بتتنرفز يا جماعة؟ المشكلة إن كل اللي بيتم ده في النهاية يحمل للرئيس. والراجل شغال 24 ساعة في ال 24 ساعة. وأجهزته شغالة ومش بطالة، والرقابة الإدارية شغالة ومش بطالة، ومش سايبين حد أبداً أول بأول. لكن عليكم أن تتذكروا يا مصريين ويا مسؤولين أن البلد دي بلدنا كلنا، وأن أي حاجة هتحصل في البلد دي كله هيدفع الثمن. بنحتاج فعلا أن احنا نحط أيدينا في أيدين بعض ونشوف مشاكلنا ونسرع بالقرارات عشان نقدر نبني البلد دي على أسس سليمة، ونخفف الأعباء على الغلابة والمساكين والطبقة الوسطى، ونأمن رجال الأعمال، نديهم الأمان على أشياء كثيرة. أنا بشكركم، وبكرة إن شاء الله هيكون عندنا حوار هام مع الدكتور محمد عبد الله رئيس لجنة العلاقات الخارجية في فترات سابقة، حوالين الحوار الوطني، أسبابه وأهدافه والنتائج المتوقعة منه. وستبقى مصر للأبد، وتحيا مصر، تحيا مصر.
تحيا مصر. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.